ليش مثلت دور اليهودي؟ مو قلت لك انا ابحث عن الشخص النص اللي يستفزني. ردة الفعل. انا يوم قريت مسرحية البيدار، انا شخصيا ما اخفيك ما كنت ادري انه كان في يهود في الكويت. ممكن قلة ثقافة او قلة معلومات او اساسا هذه المعلومة نوعا ما يعني مو متداولة كثير، لان حتى لما انا طلعت صرحت في ناس قالوا لي معقولة في يهود في الكويت؟ موجود، كان موجود، موجود في كل مكان. بديت ابحث عن العمل هذا، عفوا عن الشخصية، وبديت ابحث عن في التاريخ عنها صراحة، شخصية لن تتكرر، وهذه ضربة معلم للفنان اللي يقدمها، والحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى قدمناها في مسرحية البيدار وحققت نجاح جميل، وأنا أعتبرها يعني إضافة لمشوار الفني.